سيواجه فريق الأهلي المصري نظيره أوكلاند سيتي نيوزلندي ضمن المرحلة الأولى من كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب. ويشارك فريق الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، رغم أنه أنهى الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني، ولكنه شارك بصفته الوصيفة بعد أن أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيم البطولة في المغرب، والتي يتواجد بها بطل الدوري أبطال إفريقيا فريق الوداد. وتبدأ البطولة بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي في مباراة الافتتاح، أما الفائز منهما سيواجه أحد ثلاث فرق الوداد المغربي أو الهلال السعودي وسايتل ساونداونز الأمريكي، بينما سيتقابل الفريقان الآخران لتحديد المتأهلين للمواجهة كل من ريال مدريد وفلامينغو. ويلتقي فريق الأهلي نظيره أوكلاند سيتي يوم الأربعاء 1 فبراير 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة على الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة. وستقام هذه المباراة على أرضية ملعب طنجة الكبير بمدينة طنجة، وسوف يتم نقل أحداث المباراة على قناة الرياضية المغربية وقناة الرياضية السعودية SSC Sports. نتمنى التوفيق للفريق الأهلي.